سيباستيان سوريا في أوفسايد، والعرضية والثاني 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 والثاني. نعم الثاني بديل ناجح كريم مضيف، سجل الثاني أيها الناس، سجل الثاني لصاحب المركز الثاني، الجول الثاني وأول أهدافه في دوري نجوم قطر كريم مضيف. الكرة حلوة، شوف الكرة اللي ضربوا فيها حالة تسلل، أبدا أبدا ما فيها حالة تسلل، وبالتالي نمطي على طول لكريم مضيف، وكريم أودعها في الزالود أمين اللي نجح الآن. جول جول، نعم فوزي عايش، نجح نجح أمام كلود أمين وسجل هدف الآن في مرمى الأخوية، وصارت 2-1 هنا العرقلة وهنا ركلة الجزاء، وفوزي عايش يسجل جول في مرمى كلود أمين اللي نجح